إذا معنى اتصال تليفوني. ألو ألو، سيد هامي، احنا نحبك ونحترمك، وكنا مبسوطين كتير بيك وبفنك ومتمتعين بأفلامك، لكن انا والله والله مش قادرة اصدق اللي تشوفه عيني. والله كنا نحبك، ألو نحين نشوفك على ألو، قناة مثل هيك، قناة إسرائيلية أنا مشبوهة مثل، عيب عيب الصوت والله. داخل الاستوديو، الصوت انقطع، الاتصال هي فصل، الأخت فيك تعاودي الاتصال مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعاود معكم الحلقة مع الآخر من القاهرة. فاصل قصير ونعود مرة أخرى. شو؟ هي الأخت فلسطينية ولا مصرية ولا إيه؟ أنا ما بعرف الجنسية يلي بتتصل، ولكن الاتصال أصلا انقطع. أنا سمعت رح منها يعودوا كلمة مرة بتقول على تانية. التلفزيون الإسرائيلي، هو ده على التلفزيون الإسرائيلي؟ الإعداد ما حكى لك إن هذا تلفزيون إسرائيلي. لا، كيف؟ وإيه اللي برنامج وهو تسجيل؟ وإيه ولكن المشكلة هو سيد أنديل؟ إيه؟ إيه المشكلة؟ طب مش أتعرف بحضرتك؟ أنا إسرائيلي وأنت بتتكلم سلاح ومش سلاح، أنت فنان وكوميدي، ماشي ليه حبيبي، بتتكلم فنان وكوميدي، بالسلاح ومش السلاح و... ماشي جميل هو جميل. أنا واجهت في وشك سلاح دلوقتي أو حاجة؟ لا، ما وجهتش في وشي سلاح، وما تقدرش توجه في وشي سلاح، يبقى وما ليه تحاولش العنف؟ تستفزني أنا مش علشان أنا هادي، أنا أو جايبك هنا بمعنى علشان أصح أوصل لو للسلام أستفزك. ماشي. السلام الحكومات اتفقوا مع بعض، والمواطنين برضه احنا كشعوب بنقيسها بمعيارات تانية. انت واقف حاسس ان اسنانك هتخرج من الغيظ، عشان انا لو انا من كلامك انت مش عايز توصل لحل، انت برضه جاي حبيبي بالعنف. حبيبي حبيبي، انا ما مش بوست محدش يقدر يستفزني، ميشيل انت ماشي، كمواطن لكن مصري انا مش عايز استفزك، انا عايز اوصل معاك لحل. اللي انت الحل بتقوله ده مش حل. الحل حبيب قلبي انك تروح لدكتور تتعالج، لان عندك ليه هو بيستهزئ طاقة بينا؟ طاقة طاقة. أنا ايوه حقيقي حقيقي حقيقي. استاذ ده معناه ايه؟ معناه انكم مرضى. استاذ ايمن، ليش عم تستهزئ فينا؟ نتكلم على الهوا احسن. مرضى مرضى، طب يلا بره الهوا دلوقتي. احنا بره الهوا، احنا مرضى. لا، انا احب اتكلم على الهوا. كمان المرضى بيخشوا يحاولوا يعملوا سلام، مش هم مش مرضى يخش معاهم سلاح؟ انت تنكر ان في جيبك سلاح دلوقتي؟ في جيبي سلاح. ليه؟ انت خايف من ايه؟ اقول لك خايف من ايه؟ من حد زبالة ممكن يعترضني، من حد زبالة. ايه زبالة؟ حد حرامي، قطع طريق، اي حاجة. عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستكمال حوارنا وحلقتنا مع ضيفنا أيمن قنديل، وهو ممثل مصري. أهلا بك مرة أخرى سيد ربنا أيمن. ربنا يقدم الخير. أنا سمعت تليفون، وطبعا الناس كلها سمعته، إن الحلقة متذاعة على تلفزيون إسرائيل. نعم. أنا مش بتفرق معايا تلفزيون مين، بس أنا جاي برنامج إنه بيتصور في مصر، وقناة بتقوله ألمانية مصرية. ما فينا نقول ألمانية. لا، الإعداد لما اتصل بيا أكيد حضرتك سمعت غلط من الإعداد. لا، أنا بسمع صح. أنتوا اللي فيه لوع وفي كذب، وبعدين بترجعوا مش عم تقولوا. تتهمنا بهالاتهامات سيدي. أقول لك لأن أنت سيدي ردود كلمتيني الأفعال على صفحات التواصل الاجتماعي في إسرائيل. ينعل صفحات الاجتماع للتواصل. انا بقول لك انا سيدي. جاي انا جاي بتكلم على تلفزيون مصري، تجيبيني على تلفزيون اسرائيلي، ويجي لي واحد متعصب لي. هو انا دلوقتي اللي واقف اهو، يخش الكادر ويكلمني. اسرائيل مش عند مانا، دي قناتي، انا عمري ما اخاف. انت اللي خايف. انا اللي خايف انك داخل بسلاح. انا من غير سلاح. انت من غير سلاح، وانا عشان اعاملك بسلاح ابقى انا اديتك قيمه. لكن انا ممكن اعمل ايه؟ اقول لك كده اقعد ارتاح ارتاح يا ابن. انتوا جايين بتضحكوا عليا؟ يلا يا نعال، يلا يا بنت. ايه ايه يا ولاد؟ يلا يا نعال يا باشا، اتحرك يا باشا. يلا يا ولاد اتحرك. يلا خلاص خلاص خلاص. ايه يا ولاد الواد؟ ايه بعد المزاوله يا باشا؟ احنا بنهرج معاك بنهرج معاك بنهرج. مصريين ايه يا ولاد؟ خلاص خلاص. هو انتوا بتضحكوا عليا انا؟ ينعل
اللي جاي عشان الحكم بعد يلا يلا ايوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مقلب يا استاذ ايمن مقلب 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 والله مقلب حرام عليك تضرب واحده ست خلاص خلاص يا عم كويسه مش مشكله تعالى اقعد هات هات الكرسي هات الكرسي هات الكرسي يا عم انا هعرف اطلعها ودي مصرية ست انت يا مصرية وماسكة الكارت بس يا رب يكون ظهرها سليم صافي يا جماعة الأستاذ توهان كده انت اللي حكيت نفسك انت وقعت بسرعة ليه؟ لا عايز بسيط دي كانت قلم واحد لا بجد كلها بسرعة ليه؟ شايفين شايفين اللي بيحصل في الموزع يا جماعه سقف الايبان النهارده بجد بعد البرنامج معايا انا في العربيه بقى لا 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 كده مره انت هام ادعك في دارك لا ايوه ولا اي حاجه خالص اذا مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل لمواصله الحوار مع الاخر من القاهره هنا مع ضيفتنا ميار الببلاوي بعد هذا الفاصل بلد زي دي ما عندهاش ديمقراطيه الكذابين والله ما تصدقيش كذابين جدا مدعيين وكل شويه كل شويه عيطوا علشان بتاع المحرقه بتاعتهم دي اسمها ايه الهولوكوست دي ولا الكلام ده يا بنتي خلاص هم اساسا كل الحرق اللي انتوا اللي حرقتوه للفلسطينيين وقتلتوه وعملتوا عيطوا على الهولوكوست والعداد اللي هم بتاعتهم سبحان الله يعني دولت ناس نشروا سيدنا يحيى بالمناشير دول قتلة الأنبياء انت عايزة نقول عليهم ايه دول ناس قتلة الأنبياء معلومات خاطئة هم شعب الله المختار شعب الله المختار اللي رأى الله سبحانه وتعالى يعني يعني لم يلعن سوس والدود كما لعن اليهود بتقول لنا تلع على قناة إسرائيلية انت بالفعل بقناة إسرائيلية هي دي القناة الإسرائيلية الثانية لا حضرتك أنا جاي أصور مع قناة أنا عدد حكى حضرتك أن هذه قناة إسرائيلية وحضرتك وافقت مش مشكلة يعني إيه مش مشكلة نكمل نكمل إزاي نكمل إيه نكمل الحلقة نكفي الحلقة نكفي الحلقة أعرف أنا طالعة على قناة إيه ولكن أنت بالأول عرفتي أن هذه القناة هي القناة الإسرائيلية الثانية سلام 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 الله يخليك الله يخليك انتوا بتهزروا مش كده انا ما اسمحش بحاجه زي كده طبعا انت ليش بتهزر لا انا اسف لا 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 انا سمحت انا حضرتك مين حضرتك معاك بطاقه ده مصري ولا ايه انا موجود في بلدك بلدك انت جاي منين مش مشكله انا جاي منين انت قاعد على الهواء انا ما كلمتكش تكمل الحوار ما كملتش ولا ما عملتش انت مين يا محمود انت مين يا محمود انت مين انا شايف حوار قول لهم ده يهودي يا محمود أكلة. يا محمود محمود ايه وخرى ايه محمود انت مين احنا الحكم بعد المزاوله انت مين انت مين كلمنا انت مين يا محمود احنا الحكم بعد المزاوله على فكره جمال احنا بعد المزاوله حرام عليك يا ست دري يا عم احنا الحكم بعد المزاولة احنا كلنا مصريين وتحيا مصر تحيا مصر مصرية ايمان مبارك عمرو علاء عمرو صلاح انت جايب لي واحد شكله يهودي شكل امه ايه ده بنيتين في وشي مش يعني على يمك على يمك دي ضربت الشهرة برضو انت ممثل لا هي لو مش بنت انا كنت اول ما قلت لي يهودية انا انضربت قبل كده اصلا انضربت قبل كده